عايز بس اعلق على التصريح اللي عمله يوريتش. انا عايز اشوفه لي صوره للراجل ده او هو في الملعب. يعني هو راجل مجتهد وراجل يعني الحقيقه شكل بيراميدز معاه افضل في ناحيه الحماس، هو بس فيهم روح الحماس وبس فيهم حاجات، بس هو عنده اخطاء فنيه قاتله بصراحه، يعني خصوصا لما بيتفزلك في بعض المراكز ويغير بعض المراكز، وفي نص الملعب بيدي مهام هجوميه اكتر من اللازم، وبيلعب فرق كبيره بتاخده الجلاله شويه ان هو كل الفرق تهاب وكل الفرق تعمل له حساب. لما تيجي تقابل اهلي او زمالك ما تعملش كده، يعني اول ما هتعمل كده هيدوك على طول، وده اللي حصل في الموسم ده. انما هو راجل مدرب كويس ومدرب مجتهد، انما قال تصريح ما عجبنيش الماتش اللي فات لما اتكلم وقال لك شوفوا يعني يعمل اسقاط كده ان احنا تعادلنا مع الدومينيكان مع المنتخب الاولمبي. ادي مستوى الكره المصريه، يعني ان ده يعني مستوى الكره المصريه بتاعنا. يعني بص، مضطر اتكلم عن امور لا اريد ان اتحدث فيها، انتم كصحفيين لابد ان تتكلموا عن كل شيء يحدث من اجل تطوير الكره المصريه وما يحدث مردوده يظهر على المنتخبات. الكل تابع ما حدث امام الدومينيكان وتراجع الكره المصريه يظهر بوضوح. ايه يا ابن ده؟ ده هو ما خدش باله بس ان اللي بيلعبه هو نفسه بيتكلم عن تطوير الكره المصريه. طب اللي انت بتلعبه وخسرت منه رايح جاي ده بطل افريقيا، ده بطل دوري ابطال افريقيا، واللي لبك بعدها باسبوعين بعد الماتش التاني بتاع الاهلي الزمالك ده بطل الكونفدراليه الافريقيه. يعني اللي انت خسرت منهم 8 نقط في 10 ايام ولا في 15 يوم ده بطل دوري الابطال والتاني بطل الكونفدراليه. يا يوريتشيتش اللي انت مش عارف تعدي دور الثمانيه فيها، مش عارف تكسبها افريقيا دي، انت عشان خسرت من الاهلي اللي دخل الدومينيكان والمنتخب الاولمبي. طب احنا كسبنا اوزبكستان وان شاء الله هنصعد دور الثمانيه. شكلك ايه قدام الصحفيين؟ اللي انت بتطالب من الصحفيين ان هي تناقش هو تطور الكره المصريه وتدينا دروس بقى، كل ده عشان خاطر خسرت الماتشين وخسرت الست نقط. هو الشيب اللي خسرك انت بتعمل برجليك او الكعب اللي انت عمال تعمله، مش لان الكره المصريه وما يحدث وله مردود سلبي على تطوير الكره. ايه المردود السلبي في ايه يا ابني؟ وانت كنت احسن من الاهلي. سيبك، نقعد نختلف على ضربه جزاء، نقعد نتفق على ركله جزاء، لا اصل حسين الشحات كان ركله الجزاء بتاعته مش صح، لا ما هو الاهلي عمنا كان ليه ركله جزاء او امام كان ليه ركله جزاء، لا الكره بتاعت الكارتي، كل ده كلام رايح جاي. لكن في مجمل الماتشين في كل ماتش الاهلي فنان افضل من بيراميدز. مسيطر اكتر، ثقته اعلى، حماسه اكبر، تركيزه اقوى، يعني في يعني فير وفنيا في الماتشين الاهلي يكسب. ايه الدرس اللي بتديه لنا؟ ايه يا عم؟ قعدت 3 4 شهور جنب الناس في بيراميدز بقى تقعد تنظر؟ هتنظر ايه يا روتشيتش؟ مش عايز اجيبك بقى في ماتش نوازيبو من في افريقيا، ما انت واخد 3 من مازيمبي ومتعادل مع نوازيبو، ما تخلينا ساكتين، خلينا ساكتين. يعني كل واحد هيجي عشان يبرر اخطائه وخسارته ينظر على الكره المصريه، ينظر بقى وش اللي بيحصل ده اللي هو بيراميدز خسر. شوفوا بقى ده مردوده تعادلته مع الدومينيكان، ايه علاقه البحر بالنهر بالجبل؟ مش عارف اي كلام. لكن احنا هناخد الكلام اللي قاله بمحمل الهزار. روتشيتش يعني ويا سيدي ايه يعني؟ بص يعني هنستحملك الاغنيه بتاعت طب ايه ما تزعلش، ما الاغنيه دي مش عندنا؟ زعلت طب معلش، انا عايز اسمعها، سمعها هاني كده. اه والله ان شاء الله حتى تحطها لي على الشاشه قدام الفيلر فيها بقى. المباراه صعبه على النادي الاهلي. هو الاول قبل سيراميكاس محمد، انا عاوز اتكلم على النني الحقيقه. يا كابتن، انا يعني انا مستغرب يقعد يقول الاهلي عايز ياخدوا لجنه التخطيط وصل كولر اللي معترض. لا لجنه التخطيط، لا لا لا، النني هقول لك حاجه. النني دي افضل فورمه وصل لها يعني من 15 سنه مثلا، مش كده يا كابتن؟
انا عمري ما شفت النني بالفورمة دي. لا ده بيعمل كل حاجة كل حاجة، يعني في النواحي الدفاعية هو قافل لك مساحات وبيتحرك يقفل ازاي، في النواحي الهجومية كل اللعيبة عندها ثقة فيه، يعني كل اللعيب اللي بيتزنق بيديها له. اولا عنده مساهمات هجوميه، يعني في المباراه الاولى حاطط واحده في الاي، المباراه الثانيه حاطط واحده الحارس مطلعها باعجوبه، وبيتحكم في رتم اللعب، عامل لك استحواذ، لا في فورم عالي جدا. يروح يستلم تحت الضغط واللعيبه تدور عليه تدي له الكوره، شخصيه طبعا قويه في الملعب، قائد في جوه الملعب، بيدي ثقه لزمايله حواليه بصراحه. يعني لا اضافه قويه جدا جدا، يعني في ناس كتيره، في ناس كتير يا استاذ محمد لما اسم النني اتطرح الحقيقه في ناس اعترضت. انا في رايي هو افضل لعيب اولا في المنتخب الاولمبي في خلال المباراتين، ومش افضل لعيب وخلاص فنيا، لا ده حاجه واصل لفورمه في حاجه عاليه جدا جدا جدا. يضيف لنص ملعب الاهلي يا كابتن. نعم يضيف لنص ملعب الاهلي. اه طبعا. لا 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 حاجه سوبر 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 الحقيقه النني. طيب ليك تعليق على الشيبي كعامل بوست بيقول لك لن نركع الا لله، يعني الافواره، في افواره في الموضوع شويه ولا لا؟ افواره وللاسف الشديد هو لعيب كره كويس لكن لعيب مستفز، يعني اولا هو خلي بالك مش في مع بيراميدز بس، في لا هو الهيستوري بتاعته كلها كده، تاريخه كده في كل الانديه اللي هو راحها، هو لعيب مستفز الحقيقه. بس هو مأفور يا كابتن. اه طبعا طبعا افوره يعني ملهاش اي لازمه خالص. وبعدين انا اقول لك حاجه يا استاذ محمد، هو في اكتر من ان حسين الشحات بعد قبل ما يخرج من الملعب راح تظله بعتله بس، وفي اكتر وفي اكتر كل القنوات اللي طلع فيها حسين الأهلي. وكل البرامج اللي طلع فيها حسين لا ده هو انا بقول لك على الدقيقه كمان، هو حسين الشحات ما رضيش يخرج من الاستاد الا لما اعتزله. الحاجه الثانيه النادي الاهلي، النادي الاهلي ما قعدش مثلا 5 دقايق وراح عامل عقوبه كبيره جدا جدا. طب ما هو ده خد حقك مظبوط، يعني النادي الاهلي خد حقك، وفي نفس الوقت وحسين اعتذر، وحتى يا كابتن لو ما قبلتش انت رحت المحكمه في الاخر وخدت الحكم بالظبط. وبعدين الشيبه عايزنا ايه؟ عايزنا نبرر له هو ليه داخل يدمر مستقبل حسين، يعني واحد داخل يكسر ركبته. هو حسين هو الشيبي يعني. عايزنا نبرر له الفكره دي، يعني فكره ان هو داخل ده لا يجوز يعني. ده خلي بالك يا استاذ محمد، خلي بالك يا استاذ محمد، مفيش حد شاف اللعبه دي الا ما، حتى اقول لك حاجه، حتى الجماهير مثلا غير جماهير النادي الاهلي قالت لك لا ده الشيبي كان داخل يبطل حسين الشحات. طبعا يا كابتن واضحه، يعني دي واضحه طبعا، دي واضحه جدا. والشيبي اصله مش لعيب قليل ولا لعيب صغير ولا لعيب مش فاهم ولا لعيب يعني مندفع في الملعب، لا ده هو داخل عارف بيعمل ايه وداخل فين وعارف بيعمل تجميل. ايه وجاي له من الناحيه دي من اقصى اليمين لاقصى الشمال. الفار لما استدعى الحكم، الفار لما استدعى الحكم استدعى عشان كده، يعني استدعى لان شايف ان اللعبه، لا ده هو واحد بيبطل واحد كوره. انا شايف ان الشيبي صعب يكمل مع بيراميدز، انت معايا في الراي ده ولا شايف؟ لا ده انا هقول لك حاجه، انا لو مسؤول في نادي بيراميدز الحقيقه، انا في رايي ان الشيبي لازم يمشي، لازم يمشي. واحد اسباب خساره بيراميدز في مصلحه النادي كمان. طب انا قصدي كده، انا اصبح عبء نفسي لانه حتى الطرد بتاعه ده اصلا، يعني اذا كان بيراميدز عنده فرصه للتعادل طبعا في الدقيقه 79 طبعا، والراجل حاسب 10 دقايق ولا اعرفش وقت ضايع، فيعني انت بتتكلم في تلت ساعه على الاقل. بالظبط بالظبط، يعني هو كمان في حاجه، يعني لو انت بتتكلم مثلا على اسباب، هو سبب رئيسي ان المباراه، طبعا النادي الاهلي كان هيكسب بس المباراه تروح والتلاته بونت يروح، هو كان سبب رئيسي فيه مش كده؟ تمام. طبعا كابتن رمضان انا بشكر، انا عاوز بس اقول على حاجه يا استاذ محمد. اتفضل يا كابتن. النادي الاهلي طبعا زي ما قلت لك ان من فتره كبيره جدا وصل لفورمه